المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن جريفيث في مرمى اتهامات السلطة الشرعية له بعدم النزاهة وبعدم الحيادية وبالعمل لصالح الحوثيين ومهادنتهم وعدم التزامه بالقرارات الدولية، وسط توقعات بأن يواجه جريفيث صعوبات حقيقية لاستمراره في مهمته. قائمة الاتهامات الموجهة لجريفيث والتي أطلقها رئيس المكتب الفني الحكومي للمفاوضات محمد العمراني خلال لقاء تلفزيوني مع فضائية اليمن الرسمية التي تبث من الرياض طويلة جدا، وتنسف بنظر المراقبين المهمة الحالية للمبعوث الأممي خصوصا أنها تأتي من السلطة الشرعية المدعومة من التحالف بعد أن نجح الحوثيون في إنهاء مهمة سلفه إسماعيل ولد الشيخ أحمد. بمنطق واضح لا مواربة فيه، حدد المسؤول الحكومي البارز الموقف الأكثر تشدداً للحكومة حيال مهمة المبعوث الأممي إلى اليمن. الذي يراه هنا بشكل شخصي نعم. أنه ينتهي دور المبعوث الأممي في اليمن. يعني المبادئ التي ينطلق منها لإدارة العملية السلمية مبادئ خاطئة. استند العمراني في بناء موقف كهذا إلى سلسلة من الاتهامات، منها أن جريفيث استقوى بالأمم المتحدة لاستصدار القرار 2452 ليتمكن من طرد رئيس فريق المراقبين السابق الجنرال الهولندي باتريك كاميرت لموقفه الصلب تجاه تنفيذ اتفاق ستوكهولم. العمراني اتهم جريفيث بالتغطية على رفض الحوثيين نزع الألغام من الكيلو 8 ومدينة الصالح في الحديدة، والتفافه على ما نص عليه الاتفاق بشأن فتح خط الحديدة صنعاء واستبداله بخط الخمسين تلبية لرغبة الحوثيين. وبشأن محادثات عمان، أوضح رئيس المكتب الفني الحكومي للمفاوضات أنه حينما كان يجري الاتفاق مع مكتب المبعوث الأممي على خطوات محددة، يأتي هذا الفريق في اليوم التالي محملاً بتوصية المبعوث ليقدم أطروحات تخدم الحوثيين وتنسف كل ما تم الاتفاق عليه. وسلط العمراني الضوء على الهدر المالي الذي تقوم به الأمم المتحدة لمواجهة نفقات فريقها العامل في الحديدة، والذي يصل إلى 58 مليون دولار سنوياً، صرف منه حتى الآن أكثر من 16 مليون دولار، والمنتج الوحيد بنظر العمراني لهذه المبالغ هو مفهوم الانسحاب فقط، في الوقت الذي أغلق فيه الحوثيون كل الملفات في وجه جريفيث ثم أعطوه فتات الانسحاب الأحادي من موانئ الحديدة ليطير بها فرحاً إلى مجلس الأمن ويقدمها في إحاطته الأخيرة. يأس الحكومة من دور المبعوث الأممي بلغ مرحلة اللاعودة، غير أن ثمة تساؤل بشأن ما إذا كان موقف الحكومة يستند إلى إرادة خفية من التحالف الذي يدعمها للتخلص من العبء الثقيل للمبعوث الأممي.